وتعرف عندي لاعبين حالتهم تعبانة ويتامة وأنا راح أدفع من جيبي الله شاهد علي. فلوس ماكو والدنيا محترقة. طيب أول أنا قط اللاعبين ويوم ذول لازم أقطهم وأطلع بعدهم راتب شهري. شون 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 ها إيه لقيت شباب إن شاء الله الأسبوع الجاي راح نروح سفرة كربلاء وكل لاعب يجيب وياه 15,000 أوكي 15,000 كل واحد يجيب وياه ما عدا الأكل، الأكل والشرب كله عليكم 15,000 بس الكربة مال السائق لأن السائق ماكو سواق هسه حاليا كل السواق يروحون كربلاء ونجف ذول على ذول المسافرين فأنا بالقوة حصلت لكم سائق متفقين شباب كل واحد 15,000 الأكل والشرب كل واحد يجيب أكله وشربه وياه أنا إذا أقدر أجيبكم مي لو عصائر وثلج متفقين؟ منو عنده شيء؟ مو تنسون كل لاعب 15,000 الجمعة الجاية نروح الكربلة خلنا خابر على السيد وحدة السيارة من هسه ألو ها سيدة شلونك؟ صحة العافية الأمور إن شاء الله بخير سيدنا عندنا زيارة الكربلة إن شاء الله هذا الأسبوع وريدك ويانا تروح اي عد 30 لاعب تقريبا وتعرف عد لاعبين حالتهم تعبانه ويتامه وانا راح ادفع من جيبي الله شاهد علي اي امروتك احنا نريدها سيد لا لا هواي هواي والله هواي 250 سيد ما بيها مجال والله ودعتك كلهم يتامه وفقره يعني ونص اللاعبين انا ما اخذ من عندهم يعني جوز 3000 2000 راح اخذ من عندهم والباقي كله علي اي انت بكيفك منا لا 150 هو يعطيك 100 سيد ايوه ودعتك من جيبي هاي رحم الله والديك هاي ميزان حسناتك سيدنا الغالي مشكور مشكور رحم الله والديك بارك الله بيك عاشت ايدك هسه هنا أنا راح تكمل القطه هسه هذا السايق اعطينا 100 30 لاعب على 15,000 هاي 450 نشيل 100 نعطيها للسائق قد تبقى عندنا 350 هاي بتجيب زين اذا اسوي 7 لعبات بهذا الشهر واخذ من كل لاعب 5000 كروه مال السائق ايش قد يطلع لي اذا كل لعبه 150 7 لعبات في 150 هاي 1,050,000 زائد 350 هاي 400 هاي 1,400,000 يعني هذا راتب مع الموظف طقتنا بعصه يعني لازم استفاد من اللاعبين ذولي فما ادرب ببلاش اني ثلاث ارباع المدربين هيك يفكرون ثلاث ارباع المدربين هيك يفكرون هذا تفكيرهم تفكيرهم مادي نصيحه للاولياء امور اللاعبين اجدادهم ابائهم عمامهم خوالهم اخوانهم انتبهوا على اولادكم اليوم من المدرب يطلب فلوس من اللاعب قل له المن ذني وشنو وليش وش تسوي بيهن وش قيد وش دعوة اسأل واسأل المدرب يعني ما معقول اليوم ان انت تروح الكربلة 15,000 دينار 15,000 دينار بس الكروة يعني انت ولي امر من اعطيتك 15,000 دينار ما فكرت ان الكروة 5,000 تروح وترجع زين 15,000 الاكل والشرب وياها لو شنو 15,000 مال شنو هسه ما يخالف 15,000 مال الفندق مال الاكل مال الشرب شو هسه انت جاي تقول لي 15,000 بس من كروات السائق وانت متفق ويا السائق اللي قدام وقلت له تامه وفقره وانت قاطم 15,000 كل لاعب اتقوا الله عمي والله حرام حرام عليكم عم اتقوا الله خافوا الله ترى نص اللاعبين يتامى وفقره وما عندهم احذيه وما عندهم ملابس واكو ناس بالقوه تجيب الالف وتجيب الربع دينار اتقوا الله عمي